يا ريتكم كنتم معانا في الاستراحة. طيب كان كلام جميل جدا وكلام غنائي حتى. المهم برضو بنقول للسادة المشاهدين دخلنا العام الجديد، كل سنة وانتم طيبين. السؤال المطروح، هل يمكن أن يكون العام 2013 هذا العام الذي ندخله لتكون فيه هدية إلى الشعب المصري وهي المصالحة الوطنية؟ نرجو من الله ذلك. قبل الاستراحة كان الدكتور أو الأستاذ جورج إسحاق بيناقش قضية مهمة جدا، وهي أنه إذا كانت هناك مراجعة من السلطة التنفيذية ومن مقام الرئاسة لبعض القرارات فكيف تكون؟ تفضل حضرتك. أنا بس وجه كلامك بقى الدكتور حلمي. أنا بس عايز أقول، أنا عايز أطور فكرة، أنا عايز أطلع لقدام، مش عايز أتخانق تاني. الحمد لله. لأني اتخانقت معاك. طب ده تفكير إيجابي. ممتاز. أنا بس عايز أطور فكرة الدكتور عبد الله إن إحنا نمشي امبارالل، يعني تبقى ورشة للانتخابات، ورشة للأزمة الاقتصادية، ورشة صحيح. للدستور. واخد بالك إزاي؟ بس إذا حسنت النيات وصفيت النفوس. في النيات ده اسم جامع مهندس سالم. ماشي. يعني حتى من عندكم ولا من عندنا. أستاذ لغة عربية ممتاز. أمال. فإحنا عايزين الناس تهدى وتعقل وتخلي عندها شوية كده من التواضع وعدم إقصاء الناس، وإن محدش عنده الحقيقة المطلقة. عدنا نصرخ نقول الكلام ده لما قلنا كيف نفسنا نخش مصر بشكل مختلف. وانا شخصيا متفائل رغم كل اللي بتعملوه، انا متفائل. يا ابن حضرتك تفاؤلك جه من الجلسه الجميله دي يا ابني كده. يعني انتوا بتعملوا حاجات صعبه. طب الجلسه دي ما عملتش، هنتحاسب على فكره. الجلسه دي ما عملتش خطوه للامام، هنتحاسب. ايوه. اوعى تفتكر كل اللي انتوا عملتوه ده هيفوت كده. انت عارف مين اللي هيحاسبنا؟ الشعب هيحاسبك وهيحاسبني. ربنا الاول هيحاسبك. ده ربنا في الاخره. لكن هنا في الدنيا للشعب. طيب. لان في انتخابات وفي استحقاقات وفي. السؤال عشان بس كمان نفهم المخاطر، ماذا يحدث لو قانون الانتخابات ما تمش الموافقة عليه بشكل مرضي لكل الأطراف فنصل إلى حالة من مقاطعة الانتخابات؟ دكتور عبدالله، دي حاجة ما أتمنهاش خالص، لأن الأمر خطر من ناحيتين. أولا أني هنوصل بقى ساعتها لمرحلة خطرة جدا، هصفها بمرحلة الجمود السياسي، معارضة واقفة في جنب. ده بيسميها بالإنجليزي استاجنيشن. خلاص كده. أو جريد لوك. ودي بقى توصل للشعب هترجعنا تاني للنظام السابق. ايه هو؟ اللي هو فقدان الامل. خلي بال حضرتك الاستفتاء ده كان فيه حاجة خطيرة جدا. نسبة الناس المشاركة بدأت تقل قوي، يعني بدأنا ننزل لمراحل خطيرة هتخلينا نرجع تاني الى ان يقول لك ايه، احجام. ليه؟ خلاص انا فقد الامل، ولا ده عاوز يتحاور والتاني مصمم يحط قانون انتخابات على مزاجه، فخلاص يعني هو يعني الشعب نفسه بيفقد الامل. قله نسبه المشاركه، ان من كل 168 ما راحوش في الاستفتاء الاخير، هذا يعكس حالة احباط. طبعا الدستور طبعًا. اللي فرحانين بيه ده وبتاع، والدستور مش عارف نجح ب 20%. يعني حاجه خطره. يعني انت 50% كتله تصويتيه اللي راحوا 16%. 20%. انا عاوز 20%. اكمل بس الجزئيه دي. طب انا بس هحترم اكمل. انا سايبكم تتخانقوا مع بعض، مفيش مشكله. خلينا نقول برضو عشان الناس برضو تفهم كلامنا كجبهه انقاذ. الاستاذ جورج مشكورا بيقول احنا بنطالب السيد الرئيس على اساس في دستور فعلا موجود واليات وشروط جديده وحاجات جديده، احنا بنطالبه ان تتعمل انتخابات بعد مرحله معينه. طب لو هو ما وافقش خلاص، يبقى الاربع سنوات اللي هي العاديه، برضه عشان الناس تفهمنا، لان احنا مؤمنين زي ما قال الاستاذ جورج بالاليات الديمقراطيه وبصناديق الانتخابات وبالاليات دي. اذا المطالبه مش معناها ان هو هعمل على اللي لو ما نفذش المطالبه هسقطه، لا، هذا غير صحيح، برضه عشان الناس تبقى فاهمانا صح في السنه الجديده، وكل سنه والجميع طيبين. فعشان كده احنا مؤمنين بصناديق الانتخابات حتى اللحظات الاخيره، حتى ولو لم ينفذ المطلب بتاعنا. دي حاجه لازم نحطها. الحاجه الثانيه، أرجو زي ما قال الأستاذ جورج إن تبقى في عندنا ورش عمل حقيقية، دي نقدر نبني عليها، نقول أسس الحوار الصحيحة. أسس الحوار الصحيحة لابد من إن إحنا بالفعل تكون في قناة اتصال. مين هي؟ مش هنختلف عليها، عشان حتى ما نختلفش كمان على قناة الاتصال. تمام. وإن تحل المشاكل الحقيقية، سواء كان قانون الانتخابات، ودي الخطوة الأهم. وأرجو مليون مرة يا دكتور حلمي، أرجو مليون مرة التصويت الإلكتروني من اللحظة دي، أنا بنقولها هو وبداية سنة جديدة، التصويت الإلكتروني يجب أن يكون هو الفيصل الحاكم في مجلس النواب القادم. ده هيحل مشاكل كتيرة جدا ويوفر فلوس كتير جدا.
المشكلة الثانية المواد الخلافية على فكرة مش مواد كتيرة بس جوهرية بس جوهرية تتعمل بيها قايمة معينة وتتحط كوثيقة مصالحة وطنية. هي على فكرة هي غير ملزمة لمجلس النواب بس ملزمة من الناحية الأدبية، عشان كده لو كل الأحزاب وقعت عليها والرئاسة وقعت عليها ويتم تقديمها مع مجلس النواب الجديد ومجلس النواب يلتزم بالمواد اللي احنا هنعلنها على الشعب، على فكرة إذا أعلنت للشعب أصبح ملزم للرئيس وملزم لينا وملزم للجميع، تبقى فعلا وثيقة مصالحة وطنية نهديها لشعبنا في الفترة القادمة. وأنا أعتقد أني لو بالأسس دي المسألة هتبقى سهلة جدا. دكتور حلمي وبعدين دكتور معتز. ما يخص الدستور أتصور الدكتور مرسي أعلن بوضوح أنه مستعد بنفسه أن يوقع هذه الوثيقة ويقدمها بنفسه إلى مجلس النواب بنفسه، يلتزم بها بقى مجلس النواب. أيوة ما هي دي يقدمها بنفسه بعد الأحزاب السياسية توافقت عليه. من الذي سوف يشكل البرلمان؟ أحزاب سياسية. نعم. فالقضية دي منتهية بهذا الشكل وقالها مش من النهاردة، ده قالها من بعد يعني من قبل الاستفتاء كمان. والله لو بالآلية دي يبقى مبشرة. قضية كافة الإجراءات التي تضمن إقبال الجماهير ونزاهة الانتخابات والإحكام القضائي، مش بس الإشراف، إحكام إشراف القضاء، 100% ثق أن حزب حرية وعدالة مع هذه الأمور، ثق تماما. يعني هنلاقي تصويت إلكتروني؟ ما هو أنا بقول لك آلياته أصلا ما مش بتاع نسيبنا بقى من الآليات الورقية اللي يحصل فيها مشاكل؟ ده طبعا يعني ده شيء عظيم جدا وأتمناه اليوم قبل الغد، مش 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 بعد مش بعد شهرين. دكتور معتز تنتظر إيه اللي يحصل في الأسبوع الأولاني؟ احنا بنتكلم على 2013، إيه اللي يحصل في الأسبوع الأولاني من يناير وطوال شهر يناير؟ يعني إيه هي البيبي ستيبس، الخطوات الصغيرة اللي واحدة ورا التانية ورا التانية ورا التانية تاخدنا نحو بر أمان أو نوع من التهدئة أو إطفاء الحرائق؟ يعني أتوقع ابتداءً، أنا عارف إنه مجلس الوزراء هيطلق حوار بشأن المشاكل الاقتصادية والقضايا الاقتصادية، لأنه هو الجهة يعني الزراعة الاقتصادية للرئاسة يعني. فأتصور إن ده هنا لو في نقاشات من هذا النوع ده يبقى كلام جد جدا، لا سيما مثلا اذا كانت انا معلوماتي انها بتعقد الحوارات دهيت في مؤسسات بحثيه مستقله قدر المستطاع وترفع بها توصيات. يعني اتصور ان ده ممكن تكون نقطه بدايه جاده. ممكن يعني فيما يتعلق بقضيه الانتخابات انا لازم اقولها دي بوضوح، ليس من مصلحه حزب الحريه والعداله ولا من مصلحه التيار المحافظ دينين ان تكون له الاغلبيه في مجلس النواب اللي جاي. طبعا هو ما يقدرش يظبطها، هو ما يعرفش الناس هتعمل ايه بفرض نزاهه الانتخابات تماما، بس انا بقول من وجهه نظر وطنيه ومن وجهه نظر التحول الديمقراطي ليس من مصلحته، لانه كده هيكون مع الرئاسه والشورى والنواب، ولو حصل كده انا اتصور انه دي مش هيكون بالضروره يعني وصفه لمصالحه وطنيه ولا وصفه لنزع فتيل الازمه، وانما هتعمق الجراح مره اخرى. اتصور انه من الممكن جدا يحدث توافق على انه المساله تكون متوازنه لحد ما مره ثانيه مش عايز تظبط اداره ناخبين، لكن في نفس الوقت انا بقول لو حد سالني كخبير اجنبي جاي ببص على المشهد ده بقول لك لو انت عندك ثلاث كور، كرة واخدة اللون الأحمر وكرة تانية اللون الأحمر اللي هو الرئاسة يعني والشورى في اللحظة ديت، التالتة دي لازم تاخد لون تاني، لون الأزرق لون الأبيض أي مكان، ده من مصلحة التوازن في العملية السياسية. فيما يتعلق بالكلام عن تعديلات دستورية ده كلام محترم جدا وفعلا من الممكن التوافق عليها، وممكن يكون موعد انتخابات الشورى القادم يكون هو نفس يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية. يعني لو تم بترتيبات زمنية معينة هتلاقي نفسك انت راح بدي صوتك اهو انا بنتخب كذا في مجلس الشورى وبعلم على موافق او لا على التعديلات الدستورية، وما يكونش فيها تكلفة اعلى والاخر، ويكون احنا من النهاردة عارفين احنا عايزين نخلص الحواديت الكتيرة دي فين وما نروحش بقى انتخابات تانية الفترة، لان الناس خلاص بقى خلاص يعني نركز بقى في الناس هلكت ماديا ومعنويا. طيب عشان كده ما بقاش في انتخابات رئاسية بقى قبل 4 سنين؟ لا 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 ده موضوع تاني. هو انت لو مشيت كده انا هقول حاجه، انا هقول حاجه بس استاذ عماد اول حاجه اخيره. هو فعلا لو احنا مشينا بالصيغه ديت بالخطه مش هيكون في مطلب حقيقي بانه كل انتخابات الرئاسيه. طب دلوقتي ايه اللي انت خايف منه؟ انا خايف من مجلس الشورى ده موت. هذا المجلس غير شرعي، ده نجح ب7%، مجلس هزلي. انا ارجو ان هو يتوقف تماما عن اصدار اي تشريعات، لان اي تشريعات له هتقلب الدنيا، لان احنا مش قابلين المجلس ده خالص ولا تشريعاته، فيحترم نفسه ويبطل يعمل تشريعات الا في اضيق. خلاص خليه يصدر، خليه يصدر، يبقى المصالحه اللي بيتكلم عليها الدكتور عماد مش هتمشي. الحاجه الثانيه انه اذا اصر الحزب الحريه والعداله والتيار الاسلامي على تزوير الانتخابات هيكون مصيرهم زي الحزب الوطني. يا استاذ عماد
نقطتين اتحفظ لهم بشده مع حبي لهم. الكلام عن مجلس الشورى بهذا الاسلوب نقول 7% راحوا ماشي، نقول انه خد سلطه التشريع ولم تكن له ماشي، لكن نقول له لازم يحترم نفسه ويبطل التشريعات، يوقف التشريعات، يقلل من التشريعات. طب سيبه، طب سيبه، طب اديله بس، مش هينفع يا استاذ جورج، اديله فرصه لو سمحت. وبالتالي هذه اللهجه عن مجلس الشورى في جزئها الاول ان انتخب 7% ان هو ما كانش له سلطه تشريع، اقبل ذلك، لكن لا اقبل ابدا ان يتقال عليه انه يلزم حدودك وخليك محترم. طب خلينا بس نرجع تاني لفكرة المصالحة. هو الأستاذ جورج، الأستاذ جورج عنده تخوف أن يحدث تغول في التشريعات. ترد عليه تقول له إيه؟ حاضر. النقطة التانية عشان بس قبل ما تطلب مني حاجات، ما قال عنه الأستاذ جورج إنه إصرار حزب الحرية والعدالة على التزوير، هذا كلام مرفوض شكلا وموضوعا، عظيم شكلا وموضوعا، عظيم. واللي عنده على الأرض أدلة على التزوير يقدمها للجهتين، وانا مش هقول تاني بقى، ادي لجنه الانتخابات وادي النيابه، وطلع حزب الحريه والعداله وطلع كافه الاخذ من الموضوع. لكن عشان نطمن الاستاذ جورج، ايوه، انا بقول ان مجلس الشورى يجب ان يختصر ويختصر في التشريعات. أيوة. بحيث الشيء المهم العاجل، ما في حاجات مهم عاجل ومهم غير عاجل الى اخر الاربع تقسيمات المشهوره. المهم العاجل اتصور انه قانون الانتخابات، ولو توافقنا بهذا الشكل على قانون الانتخابات يبقى كتر خيره انه يعمل قانون انتخابات متوافق عليه ويصدره. ربما يكون في برضه امور متصله بالنواحي الاقتصاديه العاجله ايضا بعد التوافق يصدره. انا اتمنى ان مجلس الشورى يكون مراه للتوافق وليس مدعاه للفرقه في المستقبل. طيب انا يعني لقد ادركنا الوقت، وانا كنت سعيد جدا بهذه المناقشه. بدأوا الساده المشاهدين وهم يدخلون على هذا العام الجديد، واحنا كلنا انه نبتهل الى الله سبحانه وتعالى ان تكون فعلا هديتنا في العام الجديد هي المصالحه الوطنيه. هذه قضيه حياه او موت، ليس شعار نطلقه بشكل شاعري او لدغدغه مشاعر الناس. مستقبل مصر يعني يعتمد بالدرجة الأولى الآن على المصالحة حقيقية بين الحكم وكافة الأطراف. لا نقول من المصيب ولا نقول من المخطئ، لا نقول من يتحمل المسؤولية ومن لا يتحمل المسؤولية، نحن نقول نحن نعاني من انقسام، نحن نعاني من شروخ في بناء النظام والدولة، بحاجة إلى ترميم هذه الشروخ حتى نستطيع أن ننطلق مؤيدين ومعارضين إلى فكرة دولة قانونية ديمقراطية يحدث فيها تداول سلمي للسلطة، وليكن الصندوق النزيه هو الذي يقرر من يحكم. في نهاية هذه الحلقة بحب أن أنا أقول كل سنة وأنتم طيبين لكل الناس، وبنقول تاني كل سنة وأنتم طيبين لإخواننا وأحبائنا وأشقائنا المسيحيين من أبناء نسيج هذا الوطن. كل سنة وأنت طيب أستاذ جورج، وعيد سعيد ليك أنت وكل أخواننا المسيحيين. كل سنة وأنت أحسن سنة، وزوجتي برضه في البيت عشان أنا مسؤولية إنك تقول مع الخير. كل سنة وأنتم طيبين.